انسجاما مع خطاب الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه والرامي إلى إنجاز طريق توحد شمال المغرب بجنوبه، استجاب المناضل الاستقلالي محمد خرباش إلى جانب تلة من شباب الحزب بمنطقة برشيد لهذا النداء. هذا اللقاء ديال اليوم هو ذكرى غالية علينا وعلى المغاربة كل شيء، وهو يوم 13 يونيو 1957، صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس من مراكش عمل نداء كيطلب 12 ألف ديال الشباب اللي تجندوا لبناء طريق الوحدة. وبعد المناسبة هذه كان الوليد، كان مدرسة عندي في الدار ديال الوليد كيقرا ديما العالم، وهو عنده داخل المدرسة حزب الاستقلال، لهذا في الليل ملي قرا الجريدة الصباح في العشية قال لي ولدي غتمشي لطريق الوحدة قرا الملك 13 ألف. هاك الساعة أنا كان المملكي والو العالم كان قرا أنايا، خدت هذيك الفكرة من عنده وبالاتفاق ديالو جيت للمستشفى ديال برشيد. هاك الساعة باقي واحد الفرنساوي هو اللي باقي في السبيطار، يقول لي الدكتور لمار، ملي شديت صف شافني بديت كندوي شي شويه قال لي اش بغيتي كنت بغيت شهاده صحيه، شل الورقه من عندي بالعنف ودار لي روفيزي ما قبلش لي باش نمشي. الساعه انا من وليد 1938 كيقول لي عندك 19 عام باقي صغير. بهذا مشيت للدار البيضاء، شاورت مع الوالد، مشيت للدار البيضاء عند الدكتور ديوري فوفارد سويس ساحة سراغنا، هذاك الدكتور كان وطني دكتور ديوري، وريه قلت لي اش كاين صوب لي شهاده. صبحت انا مسجل رجعت لبرشيد، سجلني كاتب الفرع ديك الساعه الحبيب الدكوالي المدعو شاكيب، كان هو كاتب فرع ومع الوليد كان هو الامين ديال الفرع ديال الحزب ديال السيد مكي. بهذا صبحت انا الاول في اللايحه. من بين المنجزات الكبرى التي عرفها المغرب مع بدايه الاستقلال بناء طريق الوحدة في إطار التجنيد لبناء صرح الاستقلال، استجابة للنداء الذي وجهه المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه من مدينة مراكش في 13 يونيو 1957 من أجل التطوع لبناء طريق الوحدة التي تربط بين كتامة ومدينة تونات. فانكبت اللجان الإدارية لحزب الاستقلال على الصعيد الوطني لتسجيل شباب الحزب الذي استجاب تلقائيا للنداء الملكي. وقدمت الشاوية إلى جانب الدار البيضاء 924 متطوعة، منها 86 شاب من مدينة برشيد، من ضمنهم الحاج محمد خرباش ابن المرحوم الحطاب مقاوم من الرعيل الأول لحزب الاستقلال بمنطقة برشيد. إذن كملت هذيك العدد ديال اللائحة ديال مدينة برشيد، فيها 86 واحد، مما فيها الساحل، الغريميين، الخياطة، فيها ولاد عبو، فيها الفقراء، جميع ولاد عريس. هاك الساعة كنا كنضموا الناس ديال برشيد، كانوا ينضموا للشاوية نور، أي العمالة الدار البيضاء. صبحنا ما بين هذيك 86 ديالنا وما بين الدار البيضاء كاين شي 900 وشي حاجة. إذن عملوا لنا وقتاش غنمشيو؟ صبحنا احنا غنمشيو في فوج الأول. إذن ما بين 29 جوي ديال الجوا وما بين 30، يعني الاول في الشهر كنا صبحنا ركبنا في الترن مع 4 الصباح، وكنا في 10 الصباح 4 الصباح، وفي العشرة ديال النهار كنا في سوق الاربعة الغرب، لقينا الشاحنات ديال الميليتير كيتسناونا، داونا للثلاث ديال كسامة. وقد تم اسناد مهمة رئيس فرقة للورش 3 شنقيط حاج محمد خرباش الى جانب تلة من شباب الحزب بالمنطقة. ومن أهداف هذا الورش الملكي تقوية اللحمة ما بين شباب المغرب وتعبئتهم حول نكران الذات والانخراط في بناء الوطن. لقينا في استقبال الشباب ديال هذيك المخيم، يعني الورش 3، أعطوا الاسم شنقيط 3 رقم 3 وأعطوا اسم شنقيط اللي كان مكلف بنا احنا هذا الورش رقم 3 هو المرحوم عبد اللطيف الخميري
عبد السلام الغربي، عبد الوهاب قومي، الكوماندر حمو. الشاب كان كيقرا في الخوارزمي كيقول لي عبد الحفيظ السقلي، هذا ممثل ديال الوزير الاشغال العموميه انذاك. كان ديك الساعه وزير الاشغال العموميه هو السي محمد الدويري، وكان اصغر وزاره في الوزاره ديال الحكومه ديال بارك البكاي. هاد الاوراش كان مكلف بهم مهدي مبركه. حتى انا الحوايج هنا استلفنا العمل، بقينا غاديين الصباح كنمشيو نشيد الحزب وكنحفروا الطريق، وفي العشيه كتكون المحاضره ديال الحزب اسمه ديال الوطن وكيفاش بلادنا وكيفاش ملكنا وكيفاش كذا وكذا، وكان لازم تشجع بهذيك القضيه هذه. وهذاك الوقت من حسن الحظ كان العيد الكبير هذاك جويي، غادي يكون ما بين 15 حتى 17 جويي، غادي يكون العيد الكبير. المرحومه الوالده يعني قالت لي ولدي خاصو ما يمشيش راه كاين العيد، قال لي انا غادي يمشي تما، يمشي للطريق الوحده وراه غادي يعيدوا تم. وملي جيت لقيته مخلي لي الحولي، حتى جيت عندك دبحوا لي حولي، قال لي يا ودي كنهنيك على مشيتي نديتي البيت للخطاب الملكي ومشيتي للطريق الوحده وجيتي ها العيد ديالك، ودبحوا لي الحولي ديال العيد ديالي رحمه الله. وقد شهدت أشغال الورش انخراط 1200 متطوعة على الصعيد الوطني مقسمة على 3 مراحل، يوليوز غشت وشتنبر 1957 بمعدل 4000 متطوعة لكل مرحلة. فإذا به من بعد واحد العشر أيام اختارني هذاك عبد الحفيظ السقلي ممثل أشغال العمومية، اختارني رئيس فرقة تتركب من 30 فرد باش نسير هذيك الطريق اللي كتخدم. فعلا بقينا على العمل ديالنا بجد واخلاص وتلاحم الى اخره، وحضر معنا في التدشين ديالنا المغفور له محمد الخامس وصاحب السمو الملكي انذاك مولاي الحسن رحمهم الله في النهار، وبعد الناس اللي عملوا الله يجازيهم بخير. حضر معنا في التدشين وعاود حضر معنا ناس وزير التجهيز ديك الساعه سي محمد الدويري شفاه الله. بهذه المناسبه هذه انا تذكرت في هذا النهار، هذاك النهار اللي كان بحال ملي جا استقلال المغرب ورجع محمد الخامس، بحال هذيك الطريقه وحده ملي تخلقت جمع السيين من تازنيت، من تارودانت، من وجده، من وزان، من عام المغرب. ماشي كلشي ولا مالين برشيد مشاو لهذيك 4000 الاولى ولا 4000 الثانيه في شهر 8 مشاو من اكادير ولا من 9 مشاو لوجده، لا هذيك 4000 الاولى مخلطين يعني من حال المغرب. مول بني ملال يعرف مول وجده، مول حلو مول وجده يعرف مول بني ملال. وذوك الشباب اكثريه ديالهم عند 19 عام 18 عام، اكثر 25 عام 30 عام. بهذه المناسبه استطعنا نعملوا جنة اكثر من ذاك الشيء، وحنا كنا في الشهر الاول، ومن بعد حصلنا على درجه تدريب عسكري، حصلنا على درجه بدرجه حسن والتدريب العسكري هي كذلك. بهذه المناسبة كنطلب من المسؤولين الشباب يعمل مثل هذا الشيء اللي كان في طريق وحدة ديال النداء محمد الخامس. وتكريما لمساهمتهم الطوعية والناجحة في هذا الورش، تم تقديم شواهد تقديرية للمشاركين، فكان لهذا الحدث التاريخي بالغ الأثر في نفسية الحاج محمد خرباش الذي انخرط في مسار طويل وناجح مليء بالعطاءات السياسية والحزبية والجمعوية.